بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من فتاوى الناس. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن احكام التوبه، ومعانا ومعكم الشيخ محمد اسام امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. سؤال الحلقه على صفحه الفيسبوك: برايك ما هي التوبه المردوده؟ برحب بفضلتك معنا اليوم. اهلا وسهلا بحضرتك بالساده المشاهدين، كل عام وانتم بخير. في البدايه، يعني فكره التوبه المردوده، هل هناك توبه مردوده وما هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عندما أمر الله عز وجل بالتوبة كان هذا فتحا لباب القبول ورفقا بالعباد ورحمة بالعالمين، فإنه سبحانه وتعالى يعلم أن الخلق مركب من النقص، وأن الإنسان خلق ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا، وأنه سبحانه وتعالى لم يخلق البشر يعني معصومين، لسنا ملائكة، وإنما خلق الإنسان وجعل فيه من الشهوة، وجعل فيه من اللصوق إلى الأرض، وجعل فيه من يعني ضعف نفسه وفتور عزيمته ما يستدعي أن يجدد العهد مع الله، ما يستدعي أن يمحو المعاصي، ما يستدعي أن يكون يعني كثير اللجوء إلى مولاه سبحانه وتعالى. لسنا ملائكة، لسنا معصومين، لم يخلقنا الله تعالى لنكون دون أخطاء كاملين مكملين. نعم. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فالتوبة التي أمر الله عز وجل بها عباده جعلها تجديدا للعهد مع الله، جعلها بداية جديدة، جعلها يعيش فيها الإنسان زمانا جديدا وكأنه ولد الآن. ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. إياك أن تستكثر ذنبك في جانب مغفرة ربك، إياك أن تيأس من نفسك، إياك، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. عليك بالصبر، بالصبر على نفسك، بالصبر على أخلاقك الحسنة، بالصبر على أذى الناس. التوبة تجدد. ممكن نعود يعني نستكمل الحديث عن التوبة، وإن إزاي الإنسان يكون فيه هناك توبة مردودة وما هي التوبة المردودة. لكن أخذ أستاذ محمد من هنا، تفضل يا فندم. شيخ السلام. مساء النور يا فندم، أهلا بيك. فضلك العلم شفتك الشيخ، لو واحد يقرأ القرآن الكريم وضحي الحكم ده. معلش يا فندم صوتك بس يبقى عالي، وعيد السؤال معلش. هو يا فندم كان ليه القرآن الكريم، أنا سمع كلمة القرآن الكريم، إيه بقى؟ كان ليه صورة معينة في القرآن الكريم، فمسك الصورة فضحك من غير ما يقصد، إيه الحكم ده؟ تمام يا فندم، ماشي. في سؤال تاني؟ لا. تمام، أشكرك جدا يا فندم. مولانا هنرجع نتكلم، حضرتك كنت بتقول ان التوبه هي يعني تجديد للنفس، وان ما مضى يعني ده خلاص انتهى، وانك كانك ولدت من جديد. حضرتك ممكن تكمل برضو الحديث عن التوبه وبرضو التوبه المردوده. كان هذا مدخلا لمعرفه ماهيه التوبه. نعم. التوبه من حيث هي رجوع الى الله عز وجل. التوبه لابد أن تكون كما قال الله عز وجل نصوحا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يعني خالصة، يعني صادقة، يعني أن الإنسان يتجرد من حوله وقوته ويلجأ إلى الله. إلجأ إلى الله، ماذا يفعل الطفل الصغير إذا فعل ذنبا؟ إنه يلجأ إلى أبيه ويسأله أن يسامحه، وهذه الحالة من التجرد من الحول والقوة ينبغي أن نعيشها ونحن نناجي ربنا في توبتنا. هذه التوبة التي يشعر معها الإنسان باحتياجه إلى مولاه: يا رب،
يعني لم آتي الذنب جرأة مني عليك ولا استخفافا بحقك العظيم، ولكن ضعفت نفسي وجرى بذلك قلمك، والعذر إليك وأنت أرحم الراحمين، كما هي في أوراد الصالحين ومناجاتهم مع رب العالمين. اللهم إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد اللهم بما أعطيت على ما قضيت حتى تمحو ذلك بذلك. اللهم أمين. ليس لمن أطاعك فيما أطاعك فيه له المنة والفضل، ليس له منة وفضل في طاعته، ولا لمن عصاك عذر في معصيته، فجد علينا وتفضل بما أعطيتنا، وأكرمنا بما تجعلنا به نتقرب إليك، ويعني لا تجعل معاصينا معاصية إبليسية، معاصية فيها قسوة وفيها تكبر على الخلق، بل المعصية معصية بشرية. ما معنى معصية بشرية؟ أنه فيها ضعف يعقبها ندم، رجوع إلى الله، ليس لنا سوى سبحانه وتعالى، ترجع لربنا على طول. كثير من الناس يقول لك إيه، الله ده أنا مكسوف من ربنا، ده أنا بعمل معاصي كتير مكسوف من ربنا، عايز أرجع له. يعني غلط، ربنا عايزك ترجع له، مفيش حاجة اسمها لو أنت مكسوف من ربنا ارجع له، ففروا إلى الله. يعني الفرار من كل شيء يكون بالبعد عنه إلا من الله فيكون بالإقبال عليه، ففروا إلى الله، نفروا من الله إلى الله. إذن فالله عز وجل رحيم، الله عز وجل يعلمنا كيف نتوب، وإذا تاب الإنسان توبة صادقة فقد قبلت، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة المردودة إيه بقى؟ التي جاوزت وقتها، خلاص يفعل ويفعل ويفعل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قال تبت إلى الله، ألا قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ولو ردوا كما جاء في الآية الأخرى لعادوا لما نهوا عنه. ما أنت بقالك 70 سنة مش راضي تتوب، جاي دلوقتي أمام ملك الموت ولما عاينت الحقائق وبصرك اليوم حديد وشفت اللي قدامك إيه، جاي تقول تبت إلى الله؟ يا سلام، طب وال70 سنة وال80 سنة وال90 سنة اللي قضيتها في ظلم الخلق والتسلط عليهم والقسوة على الضعفاء؟ يعني لم يتذكر التوبة إلا في النهاية. يعني هي دي بقى، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، خلاص يبقى إيه، يبقى عندنا فسحة من الوقت. نعم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا ويعودنا أن نستغفر الله تعالى في كل يوم. نعم. إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة. يبقى فيه هنا إيه، تكرار في مداومة. إذا كان الحبيب المصطفى وهو الكامل المكمل وهو النبي المعصوم الذي لا يتصور أن يصدر منه ذنب قط لأنه الأسوة الحسنة، نعم، وإذا جعله الله تعالى مثالا كاملا يتأسى به في كل أقواله وأفعاله وأحواله، فمحال أن يصدر منه خطأ، ومع ذلك يستغفر، لما صلح التأسي ومع ذلك يستغفر. نعم. طب يستغفر من ماذا؟ يستغفر يعلمنا كيف نرجع إلى الله، يستغفر وكأنه يرى ذنوب أمته أحمالا عليه يريد أن يجبر الله خاطره في مغفرتها، فهو أعظم الخلق شفقة بالخلق ورحمة على الخلق. بارك الله فيك مولانا. يعني برضو في يعني برضو تذكرت وإحنا بنتكلم برضو في نفس الموضوع، يعني نقطة مش بعيد برضو عن موضوعنا، اللي بيتوب في النهاية أو بيتذكر التوبة يعني في هو بيلفظ أنفاسه الأخيرة وما تذكرش طيلة العمر كله أو طوال العمر، هنا برضو اللي بيتوب باللسان فقط مش بالقلب، الحكم هنا يا أو تقول له هنا يا مولانا؟ نفس الشيء، إن التوبة أصل هي مش مسألة لسان فقط، هي خاصة في الرجوع إلى الله. الرجوع إلى الله حالة، نية، حالة وإحساس وشعور.
أخطأ كثير من الناس عندما حولوا الدين إلى طقوس وكلام يلاك من غير معان أبدا. الدين شعور وإحساس وحالة إيمانية تقربك من الله، تزداد من الله قربا، لتصل في النهاية إلى القلب السليم الذي ينبغي أن تحرص على أن يكون هو زادك أمام الله. إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى المسألة مش مسألة قول، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن فالتوبة تحتاج إلى تجدد، التوبة تحتاج إلى إحساس وصدق، وهي التوبة النصوح. توبوا إلى الله توبة نصوحة صادقة خالصة، لا تتوبوا لأجل أحد، إنما تتوبوا لله. لا تتوبوا لتحصل منصبا أو مالا أو جاها، أنت تريد الله، إرادتك وجه الله تعالى فوق كل شيء، هذا يجعلك متعلقا بالله، يجعلك حتى في حال معصيتك قريبا قريبا، لأنك ستندم، لأنك شعرت بالضعف، لأنه ذهبت ثورة الشهوة والمعصية وبقي ألم الذنب والإثم، فتتوب وترجع فيقبلك الكريم الرحيم الحنان المنان. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وإني أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي لو أن في الحديث القدسي لو أتيتني يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض من الخطايا والذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. أنبه هنا على أن التوبة من المعصية هي من أعظم التوبات قربا إلى الله تعالى. لماذا؟ صاحبها يشعر حينئذ بضعفه وحاجته إلى مغفرة والندم مولاه. نعم سبحانه وتعالى. ولذلك قال أهل الله رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. لماذا؟ صاحب المعصية بعد أن صدرت منه المعصية هو أقرب ما يكون إلى رحمة مولاه، وصاحب الطاعة إذا صدرت منه الطاعة وتاه بها وصار ذا عجب وكبر بها هو أبعد ما يكون عن ربه. يعني حتى اللي عنده هنا معصية دايما بيندم وبيسعى ان هو يقرب من ربنا، لكن اللي قرب من ربنا بيحس ان هو مثلا خلاص انا قمت باللي عليا مشكلة. ولذلك سيدنا النبي علمنا ايه؟ عقب كل صلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. ليه؟ وانت ده انت اديت ركنا من اركان الاسلام. يخاف ان ترى في نفسك عقبا ونفس. نعم. او ان ترى لنفسك عملا. شوف الاستغفار بعد الصلاة معناه ايه؟ جبر الخلل في الصلاة والحذر من رؤية العمل. لا، انت لازم تبقى متواضع. ما لي عمل يصلح للعرض عليك؟ صح. ما لي عمل يصلح للعرض عليك؟ تقول له كده يعني تناجيه، يا رب لا أريد إلا رحمتك، لا حول لي ولا قوة إلا بك، فلا أريد أن تعاملني بعملي، لو عملتني بعملي سواء بسواء يدا بيد لضعت، مش هكفي النعم بتاعت ربنا كلها. لكن أنا أريد منك أن تعاملني برحمتك. يقوم يقول له ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. شوف الكرم الإلهي، علشان أنت تبرأت من حولك وقوتك ردك إلى فضله، قال لك ادخلوا بما كنتم تعملون رحمتي. نعم. لكن لما تقول إيه أنا عملت وفعلت، يقول لك أنا الذي وفقت، أنا صح. الذي خلقت، لا منة لك في عملك، أتدل بعملك على من خلقك وخلق عملك؟ وأنا والله خلقكم. نعم. وما تعملون. سبحانه وتعالى مولانا. جل شأنه ما أحوجنا إلى التوبة ومعانيها الكثيرة التي تتخلل يوم المسلم وليلته، تتخلل أحواله وأفعاله وأقواله، ليكون دائما قريبا من الله. نعم العبد إنه أواب. التوبة
استجلاب للمحبة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف صيغة التواب وما تقتضيه من صيغة المبالغة فعال. إذن هو كثير التوبة، كثير التوبة. ما الشرط أن أنت تتوب من المعصية بس، لا، تتوب من كل حاجة، تتوب من رؤية عملك، تتوب من تكبرك، تتوب من عمل فعلته خيرا ربما لو فعلت أفضل منه كان خيرا لك. ولذلك قال أهل الله في قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى، قالوا هذا إشارة إلى أن كل لحظة تمر على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فهي أكمل له من التي قبلها، وهكذا أبدا في كمال دائم ورقي لا يتناهى صلى الله عليه وآله وسلم. مولانا هي يعني في العودة إلى الله والقرب من الله بالتوبة، وكمان أن ربنا يتقبل. يعني في هذه النقطة في يعني أشياء كثيرة هنتكلم عنها، لكن أستاذ محمد من هنا معانا، تفضل يا فندم. تفضل يا أستاذ محمد. أستاذ محمد حاول تتصل بنا تاني يا أستاذ محمد. أنا هرجع أتكلم مع فضلتك برضو، يعني إزاي نرد على الناس اللي بتقول إن التوبة دي مقدرة من الله، لو ربنا كاتب لشخص إن يكون تائب فده أو التوبة هيكون ده تائب، لو مش كاتب لشخص هيفضل عاصي. تقول لهم هنا أو تقول في هذه النقطة وهذا الموضوع إيه؟ ولا حاجة، اعمل هذا في الرزق. هل تستطيع أن تعمل هذا في الرزق؟ مش ربنا سبحانه وتعالى لو كاتب عليك إن أنت هتشبع هتشبع، لو كتب عليك ان انت هتجوع هتجوع، خلاص الاكل قدامك ما تاكلوش. ما هو ربنا لو كتب عليك ان انت هتشبع خلاص مش لازم بقى اكل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ردا على هذه الشبه وهو يقول ما من نفس منفوسه الا وقد كتبت الا وقد كتب صاحبها اشقي ام سعيد. فقالوا يا رسول الله يعني ففيما العمل اذن؟ أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ طالما معروف في قدر الله سبحانه وتعالى، لكن من الذي يعلمه؟ رب العالمين. كيف تحتج بالقدر وبعلم الله على فعلك الذي أمرك الله به؟ ولذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان سلبيا. قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ردا على هذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من خلق لأهل السعادة فسيوفق لعمل أهل السعادة، ومن خلق للشقاوة فسيوفق لعمل أهل الشقاوة. أنت عارف يعني أنت عايز إيه؟ اللي عايز يتوب ربنا هيسر له التوبة. ما هي المسألة إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر هذا من ناج وهذا هالك. طيب هل أنا أعلم هذا كإنسان؟ أنا لا أعلمه. طيب هل هذا يستدعي خوفا من الله وحبا له وقربا منه سبحانه وتعالى إن أنا أترك العبادة بناء على أن الله علم أنني هالك أو أنني ناجي؟ لا طبعا، يستدعي أن نلجأ إلى الله حتى تكون هذه الأعمال دليلا وإشارة إلى أنني من أهل النجاة. نعم. سيدنا الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، روى عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أنه كان ربما قام الليلة وبآية واحدة فريق في الجنة وفريق في السعير، وهو يعني يضع يده على وجهه ويقول يا رب أفي الجنة أنا أم في السعير، ويظل يبكي. شوف الحب والقرب والخشية من الله سبحانه وتعالى، وانظر كيف جعل الله هذا الإخلاص وهذا الصدق في النفس سببا في هذا القبول للإمام أبي حنيفة وغيره من أهل الله وأهل العلم الذين طبقت علومهم الدنيا وملأوا الآفاق نورا وبركة. لماذا؟ لإخلاصهم. ولذلك إذا صدقت التوبة وخلصت لله أصلح الله تعالى بها حال الإنسان وعمله ومستقبله. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يجعلنا من التوابين المتطهرين. اللهم أمين. بارك الله فيك مولانا. أم عمر من الجيزة، تفضل يا فندم. تفضل يا أم عمر. لو سمحت عندي سؤالين. كل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيبة. أنا الحقيقة زوجي توفى
وانا كنت موظفه وليا معاش، فانا باخد المعاش بتاعه، فيعني هو يعني مكفيني والحمد لله، فبقتصد منه جزء اللي بنتي ما اتجوزتش، فبعمل لها جمعيات يعني وكده، فهي بتجيب جنيهات ذهب يعني وكده لجهازها على اساس ان هي هتبيعها وتجهز منها. هل انا عليا زكاة مال وهي؟ فعايزه استفسر بس. طيب تمام، شكرا، كل سنه وانت طيبين. وحضرتك طيبه، بنشكرك جدا يا فندم. استاذ ناصر من الجيزه، اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا اسمي ناصر موسى ابراهيم. اهلا بيك يا فندم. اخو المهندس محمد موسى ابراهيم رئيس حي العمرانيه. اهلا بيك. الخلاصه يا فندم ان اخويا محمد بيدعي قدام الناس ان انا مش اخوه، وواحد نصاب ينتحل في ابنه للاسف بسبب ان في ورث بينه وبينه. فانا بسال سؤال دلوقتي، هل دلوقتي انا ماذا افعل رغم ان هو اخويا ابا واما؟ للاسف هو ناكر وجودي، للاسف رحت الحي واحد هناك مدير مكتبه اسمه محمد جمال، للاسف كل اي حد يسال عني يقول لهم اخو. استاذ ناصر بنشكرك، ولو في تفاصيل تانية عايز تقولها لنا ممكن تصل بينا تاني، واعتقد ان رساله حضرتك وصلت او سؤالك معانا. استاذه فاطمه من الغربيه، اتفضلي يا فندم. الو، اهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص حضرتك، انا عندي مشكله بعد اذنك، مش عارفه اعمل فيها ايه. طب يعني حضرتك عايزه في سؤال هتقوليه ولا عايزه رقم تليفون الشيخ؟ لا لا لا، سؤال يعني. طب لو في سؤال ممكن بس حضرتك توطي صوت التلفزيون تسمعني من التليفون هيكون افضل يعني. حاضر، شكرا. انا دلوقتي ما مش عارفه اعمل ايه. انا جوزي متجوز عليا بقاله 3 سنين من غير من علمي، لسه اعرف النهارده. مراته التانية بعتت لي قسيمة الجواز هنا لحد بيتي في البريد، فأنا مش عارفة نعمل. أنا معايا 3 أولاد وجوزي شغال شغلانة كويسة مش وحشة، فأنا مش عارفة أتطلق منه ولا أعمل إيه، رغم إن أنا واخداه يعني اتحديت أهلي بيه واتجوزنا وخلفنا والحمد لله مبسوطين. وأنا دلوقتي يا حم الشيخ أنا محتارة أعمل إيه، بالله عليك أسيب الدكان فيه ولا أعمل إيه؟ يعني هو مقصر في حقك؟ والله يا عم الشيخ 3 سنين ما اعرفش، وهو مش مقصرش في حقي ولا مقصر معايا ولا مع اولادي. يعني يعني م- يعني بينفق عليكم وقائم بواجباته. كل حاجه كل حاجه. وللاسف هو بيقول ان هو اتجوز عشان كان واقع في مشكله هي اكبر منه، هي مواليد 81 وهو مواليد 83، يعني هي اكبر منه وهو اتجوزها، وبيقول لي ما لمسهاش، حلف يمين ان هو ما لمسهاش، هو اتجوز عشان ايه؟ كانت مشكله في الشغل وهيتدبس فيها ومش عارفه ايه. طب اي مكان يعني انت حضرتك عايزه تخربي بيتك ليه؟ انا مش عارفه والله يا عم الشيخ اعمل. انا قلت له يا الطلاق يطلقني، مش عايزاك، واخد اولادي وامشي، يا اما اعيش معاه زي اختي. انا محتاره، فانا بسال حضرتك اعمل ايه. طيب حاضر، هقول لك. حاضر حاضر يا استاذه فاطمه، يعني ربنا ان شاء الله هيكرمك بالخير. واستاذن فضلتك يعني نخرج لهذا الفاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود، ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، بجد ترحيب ايضا بفضلتك مره اخرى. اهلا وسهلا بحضرتك. هنرجع للتوبه برضو نتكلم عنها، ازاي المسلم يثبت على توبته؟ يعني كفلت لنا الشريعه الاسلاميه من الاجراءات في الاستغفار والتوبه ما يجعلها متجدده في حياه المسلم. اولا الفوريه، عندما يقول الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. يبقى إيه؟ أول ما يصدر الذنب على طول نبادر بالتوبة، ما نسوفش، بادر بالتوبة مباشرة.
من تاب تاب الله عليه، حتى وإن كنت تظن أنك قد تقع فيه بعد ذلك. معلش، لكن مجرد اعترافك بالخطأ أمام مولاك سبحانه وتعالى وطلبك منه الصفحة والمغفرة والعفو، هذا في حد ذاته توبة لها قدرها ووزنها عند ربك سبحانه وتعالى. الشيء الآخر أيضا في قضية الـ 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 الأشياء التي تساعد على أن تكون التوبة لنا منهج حياة، التكرار اليومي، تجددها يوميا، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة. يبقى نسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليكن لأحدنا ورد يومي من الاستغفار 100 مرة. مش مشكلة ومش صعبة يا أخوان. أستغفر الله العظيم، يعني أيعجز أحدنا أن يستغفر الله العظيم 100 في اليوم؟ ولا مانع أن نبدأ هذا الاستغفار بالاستغفار لعموم المسلمين. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. يا سلام، أنت مش واخد بالك أن هذه الصيغة في الاستغفار ينالك بها ثواب كل مسلم وكل مؤمن تاب الله عليه. أستغفر الله العظيم، نقولها تاني، وإن كررناها مرة أو مرتين أو مرات عديدة في أول اليوم، الثواب يا موسى. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا سلام، جمعت خيرا كثيرا، جمعت فأوعت. اللهم افعل بي وبهم ما أنت له أهل، ولا تفعل بنا ما نحن أهله، فإنك أهل الرحمة والمغفرة. أستغفر الله العظيم. يبقى أدي الإيه؟ التكرار. في عندنا برضو إيه؟ التجديد. التجديد، التجديد جاي إزاي؟ أما تيجي في تجدد عهدك مع الله سبحانه وتعالى بكثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار عقب الصلوات، عقب العبادة، حتى تجبر الخلل وحتى تحميك من رؤية العمل. ولذلك قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت السيدة عائشة وهي تسأل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: أهم الذين يصيبون الذنوب فيستغفرون منها ويتوبون إلى الله؟ قال: لا، هم الذين يعملون العمل الصالح فيخافون ألا يقبل. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن فالاستغفار من رؤية الحول والقوة. حتى يعني في آية سيدنا نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. شوف الآية دي ودلالتها على التنمية، أثر الاستغفار في التنمية. احنا هنا بنتعامل مع الأسباب وبنتعامل مع الزروع وبنتعامل مع الأسباب الأرضية، الأسباب المادية التي خلقها الله تعالى، ولكننا نستغفر عندما نفعل هذه الأسباب حتى لا نركن إلى الأسباب. خلي بالك من الحتة دي، لا نركن إلى الأسباب وإنما نركن إلى الله عز وجل. نفعل الأسباب، نعم، كما أمرنا ربنا عز وجل، ونستغفر الله من رؤية أن لهذه الأسباب أثرا، وإنما هذه الأسباب نفعلها لأن الله خلقها وهو الذي يخلق الأسباب والمسببات. وهذا هو المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراده عندما قال لهم يعني في تأبير النخل، فيقول لك يعني لعلها تنبت، لعلها تنبت إذا لم تؤبر. النخل لابد أن يلقح حتى يخرج الثمر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إليهم ودلهم على أن هذا سبب محض لا يؤثر بنفسه، ولو شاء الله لخلق الثمر من غير سبب التلقيح، حتى لا نركن إلى السبب، نفعل السبب و
ندعو الله الفلاح يلقي الحب ويقول يا رب. فكان لم يفهموا الإشارة فيعني لم يلقحوا النخل فلم تنبت. هو لم يرد هذا صلى الله عليه وسلم، وهو لا يجهل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، هو أعلم من خلق الله، لا يجهل أن النخل لا يثمر إذا لم يؤبر ولم يلقح، وهو الذي رعى الغنم، وهو الذي مشى في التجارة، وهو الذي عاش في مكة وبيدائها ونخلها وكل هذا، أيجهل أن يؤبر أنه لابد من تأبير النخل حتى يثمر؟ إنما أشار لهم ألا يتعلقوا بالأسباب، افعلوا السبب ولا تتعلقوا إلا بخالقه رب السبب والمسبب سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى نستغفر من رؤية الأسباب، من رؤية الحول والقوة، نستغفر تجديدا للعهد مع الله، نستغفر بفورية إثر حصول الذنب مباشرة، نستغفر لجبر الخلل في العمل ولعدم رؤية الحول والقوة فيه. بارك الله فيك مولانا. أستاذة ندى من الإسكندرية، تفضل يا فندم. تفضل يا أستاذة ندى. أستاذة ندى معانا؟ أستاذة ندى؟ أستاذة سناء من الغربية، تفضل يا فندم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا حبيبي، ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟ تفضل يا فندم، معك فضيلة الشيخ. تفضلي يا فندم. مرحبا. بعد إذن حضرتك، دلوقتي أنا قدمت في القرعة وربنا وفقني. حضرتك ممكن تسمعينا في التليفون وتطفي التلفزيون أو توطيه؟ أطفي التلفزيون. طب أطفي التلفزيون. أطفي التلفزيون. دلوقتي أنا قدمت في القرعة وربنا وفقني. طيب. بس دلوقتي جوزي مريض بسرطان في الكبد ومالوش حد يخدمه الا انا. طيب. ينفع اسافر واسيبه ولا الغي السفر وما يبقاش حرام عليا كده؟ هتسيبيه لمين؟ في حد يقوم بخدمته؟ اسافر للحج. ايوه، هو في حد هتقدري توفريه يقوم بخدمته؟ ما هو المشكله ما فيش. هل ممكن تستأجري له مثلا ممرضة أو ممرض أو حد مثلا ياخد أجرة ويتكفل برعايته في هذه الفترة، فترة الحج، يعني حوالي أسبوعين مثلا أو أكثر أو أقل؟ لا، مفيش حد بقى. وخايفة لو اعتذرت عن الحج يبقى أقسم أنا كده ولا إيه؟ أنا مرعوبة قوي وخايفة قوي من ربنا. لا لا، ده أنت تأثمي لو تركتيه وليس له من يرعاه. لكن حكاية ان هو ليس له من يرعاه اصلا دي، وما تقدريش توفري له ممرضة او ممرض او حد يقوم برعايته، اعتقد ان ده امر يعني مش، لا، تقدري توفري له حد يقوم برعايته ولو بالاجرة. حتى ما فيش حد راضي. لا، ما هو مش حد، حتى بالاجرة، بالاجرة تدي له اجرة على هذا المرتب شهري مثلا او مرتب شهر كامل مثلا، او يعني في بعض الناس بتبقى مديرة منزل أو المهم ده. دعنا من يعني الفتوى نصحنا فيها ثم نفتي. النصح بيقول ايه؟ بيقول لك ان تجمعي بين الامرين، وتستطيعين ان تفعلي ذلك بتوفير ممرضة تقوم برعايتي باي ثمن، وتقدري تعملي كده، توفري من يقوم على رعايتي. الحاجة الثانية، افترضنا انه ليس له من يرعاه ابدا إلا أنت، يبقى لا يجوز لك إلا أن تظلي بجانبه رعاية له. طب وأنا لو لغيت حضرتك القرعة أقسم؟ لا طبعا، ما تأثميش. تأثمي لو طلعت وسبتي لوحده من غير رعاية. تمام كده يا أستاذ سناء؟ ماشي مولانا، ما نتحرمش من سيادتك يا رب. ربنا يحفظك. شكرا لك جدا يا فندم. أم عبد الرحمن من القاهرة، تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتوا، بس انا مش طالبه حاجه غير طول بال الشيخ معايا، فضلت الشيخ بس يطول باله معايا. معاك يا فضيله. انا عندي ثلاث اسئله. السؤال الاولاني، ازاي اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى راضي عليا او راضي على الطاعه اللي انا بعملها؟ يعني اعرف ازاي؟ يعني مش عارفه.
ثاني سؤال، انا في صلوات فايت عندي وخلاص دلوقتي الحمد لله بدات اصلي السنن بكثره يعني، ويعني بحاول ان انا النوافل بترتب اكتر، لكن في راي قالوا لي لا ما تصليش النوافل، وصلي الـ يعني الظهر ومع ظهر ثاني. لا مش بقدر، ما انا عايز اصلي النوافل احساسي مش عارف. السؤال الثالث، انا حاسه اني مش متوفقه في اي عمل بعمله بدنيا، يعني في مشاكل عندي ما بتتحلش، حتى لو انا استغفرت، حتى لو انا صليت على طول، حتى لو طلعت صدقه، انا قلت لحضرتك طيب بالك عليا عشان ترد، يعني هل انا كده وحشه؟ هل انا كده الابتلاء ده صعب كده يعني؟ لا ان شاء الله المساله ايسر من هذا بكثير. وانا بس عايز اسال حضرتك سؤال، ايه اللي يمنع حضرتك من ان تصلي الصلوات الفائته مع كل صلاه من جنسها؟ يعني سنن الظهر مثلا. طب هقول لحضرتك حاجه فضلت الشيخ، الظهر صلاه الظهر اربعه قبله واربعه بعده صح؟ طيب يعني انا كده بصلي 12 ركعه ماشي؟ تمام. طب انا لو صليت كمان الظهر، انا على فكره مش مستكتره الركعات، بس انا باخد وقت، يعني انا بيقال ان صلاتي طويله، يعني في ناس صلوتهم الصلاه بتبقى يعني بيصلوا كل حاجه، بس انا مش عارفه حاسه انه يعني جهد على، هل اقدر يعني اقول لحضرتك طيب انك تدعينا ان ربنا يوفقنا؟ يا ام عبد الرحمن خلينا في الظهر. الظهر طيب. انت دلوقتي بتقولي السنن ممكن تصلي اربعه قبل واربعه بعد. ايوه. احنا بنقول لك ما تصليش السنن بس، صلي الظهر اداء الحاضر، وبعدين صلي الظهر الفائت بس، يبقى صليتي أربعة وأربعة، وهذا أيسر، وفي نفس الوقت هو الواجب عليك. ليه؟ لأن الذي عليه دين لا يتصدق ولا يتطوع. أنا علي دين لحد، هل أخذ الدين ده اللي أنا رايح أديه لصاحبه واروح متصدق بيه لحد فقير في الطريق؟ ما ينفعش. طبعا ما ينفعش. يبقى دين الله احق بالوفاء. وهنا حته مهمه جدا، وهي ايه؟ نريد ان نعبد الله كما يريد لا كما نريد. طالما اذن الاذان على انسان مكلف عاقل بالغ، يبقى تظل هذه الصلاة التي أذن أذانها في عنقه إلى يوم القيامة. حتى لو سابها دلوقتي، لو سابها سنتين، لو سابها ثلاثة، ناس كتير جدا يبلغون الحلم وبعدين لا يجدون من يحثهم على الصلاة، يقعد مثلا 5 سنين ما بيصليش، وبعدين ربنا إيه يلقي في قلبه التوفيق والهداية يبدأ يصلي، يقوم من لم يحسب 5 سنين من بداية قضائه ويصلي مع كل صلاة حاضرة صلاة أخرى من جنسها قضاء لمدة 5 سنين جاي بس، وما يصليش السنن. وده ما فيهوش نقص، بالعكس ده فيه تقديم للفرض والواجب والمكتوبة على السنة، وهو ده الشرع اللي علمه لنا، دين الله أحق بالوفاء. وهتجدي خلي بال حضرتك إن أيوة إن أيوة إن أنا مع حضرتك سمع، هتجدي أمورك كلها إن شاء الله ستتيسر، وهذه الأحاسيس الغريبة اللي هي يعني إن أنت عايزة تطلبين رضاء الله سبحانه وتعالى، هتحس إن ربنا راضي عنك. عايزة أنبه هنا إلى أهمية حسن الظن في علاقتنا مع الله. نعم. إزاي أعرف إن ربنا راضي عني؟ ارضى عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. حب ربنا، حب ربنا اللي خلقك، حب ربنا اللي أقامك فيما أقامك فيه، حب ربنا اللي خلقك تعبده وتعمر الكون وتزكي نفسك، حب ربنا اللي خلاك حسن الخلق. إذن حبي لله ولأقدار الله علي ستدفعني إلى أن أرضى وأن أشعر بأنه رضي عني. ما رضيت عنه إلا لأنه رضي عنك. بارك الله فيك مولانا، وأتمنى تكون يعني إجابة حضرتك يعني لأم عبد الرحمن تكون دلوقتي حاسة بإن
نتقرب اكتر من ربنا وان ربنا يكرمها باذن الله وييسر لها كل حال. هستاذنك نخرج لهذا الفاصل مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود مستمرين في تلقي اتصالاتكم والاجابه على جميع التساؤلات، ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، بجد ترحيب ايضا بفضلتك مره اخرى. استاذ خالد من القاهره، اهلا بك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله حضرتك انا ممكن اسال فضلت الشيخ بس عندي مشكله كده. معاك فضلت الشيخ. حضرتك دلوقتي انا متجوز ومعايا 3 اولاد، وحصل يعني من حوالي 6-7 شهور كده 8 شهور اتعرفت عن واحده او واحده اتعرفت عليا عن طريق تليفون الفيسبوك، كله كان عن طريق الفيسبوك، ومراتي عرفت، سامحتني اول مره ورجعت انا اتصلت بيها تاني الست الوحشه دي، بس لا قابلتها ولا شفتها، كله عن طريق التليفون. وتاني مره مراتي سامحتني برضه ورجعت عملت نفس الكلام تاني واتصلت بيها تاني. ثالث مره مراتي سامحتني بس مش مسامحه اللي هي، وبقى لي 7 اشهر دلوقتي او 6 شهور في خلاف بينه وبين مراتي، يعني تهدى شويه وتطلب الطلاق شويه، تهدى شويه وتطلب الطلاق شويه، وبقى لي حوالي 3 اشهر المشاكل في البيت ومراتي مصممه على الطلاق. انا بقول لها خلاص فهي مش مصدقاني، فمش عارف اعمل ايه يا فضيله الشيخ. دلينا الله يبارك لك، ان انا في حاله نفسيه تعبانه جدا والبيت هيتخرب، مش عارف اعمل ايه. حاضر. الله يبارك لك يا فضيله الشيخ. حاضر. تمام ماشي يا استاذ خالد، بنشكرك جدا. استاذ محمد من القاهره، اتفضل يا فندم. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضل حضرتك، انا كان سؤالي ليه علاقه بسؤال الاستاذه اللي اتكلمت من شويه. يعني ساعات يعني الواحد قبل ما ياخد العلم بشكل منظم من علماء وفي كل الاتجاهات بتاعت الدين، بيبقى ليه قراءات، بيبقى مثلا بيسمع على حد او كده، فبيترسخ عنده العباده، او في مثلا سلوكيات معينه بيعملها بشكل ممكن يكون مش سليم. يعني هو مش غلط بس مش مظبوط. يعني زي الحته اللي هي اتكلمت فيها، حته ان هو مثلا يكون في سنن بيعملها بس في فرائض مش مكملها. تمام. فبيبقى صعب عليه ان هو يترك هذا الامر. يعني ازاي ان هو يخرجه من نفسه ومن عقله ويبقى مطمن ان هو كده هيسترجع او هيسترد الطمانينه اللي كانت موجوده عنده في وقت، يعني ما يبقاش خايف من اللي بيعمله من الاخر. يعني شكرا. حاضر. تمام نشكرك يا فندم. استاذه شريفه من القاهره، اتفضلي يا فندم. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم. دكتور وسام من فضلك، حضرتك كنت بتتكلم بحكايه ان الواحد يصلي الصلاه الفائته. انا عليا سنين كتيره جدا صلاه فائته. طيب. بصلي مع الظهر ظهر وبجمع يوم كله في يوم. حضرتك بتقوله ما تصليش السنه، انا بصلي السنه يا دكتور برضو. انتوا كده انا بحرم نفسي من ثواب كتير للسنه، زي الصلاه بين الاوابين اللي بين المغرب والعشاء. دي ما صلهاش يا دكتور. انا لو كده يعني ما اجمع بين الاثنين. وبعدين مش يا دكتور لما ربنا بيهدي وبيغفر اكيد هيكون غفار لي ما دام رجعت اصلي تاني. هيغفر لي اللي فات. هيغفر لك سبحانه وتعالى. ولا طيب يبقى مش شرط ان انا لازم اخلص. طب ما انا على 30 سنه صلاه مش هلحق اخلصها يا دكتور. اللي بقدر اعمله بصلي يومين مع اليوم بتاعي وبصلي السنه برضه. ده غلط يا دكتور؟ يعني ما هو كده يبقى لا، ما الغي السنه وصلي بدلها فرض رابع. لا، هي المساله ببساطه، هل انت تقدري تجمعي بين الصلوات الفائتة، يعني مع كل صلاة صلاة واحدة وتصلي السنن برضو؟ أيوة. هل ده يشق عليك؟ على الإطلاق. طب الحمد لله، ذلك الفضل من الله. الجمع كما علمنا أهل الأصول أولى من الترجيح. يعني إيه؟ يعني جمعت بين الخيرين والفضيلتين.
الله يكرمك. هو اهم حاجه ايه؟ اهم احنا نبهنا على ايه حضرتك؟ نبهنا على اننا لا ننشغل بالسنن عن الفوائد. يعني ما اجيش اصلي السنن واحرص عليها على حساب الصلوات الفائته. طيب انا ربنا سبحانه وتعالى اداني حب الصلاه والقدره على كل هذا، وهصلي مع كل فرض حاضر فرضا فائتا، وهصلي سنته كمان الحمد لله خير وبركه. ربنا يتقبل يا رب، امين، ويديكي من العمر ما تقضين به كل ما فات، ومن ربنا يكرمك يا رب، وربنا يتقبل منا ومنك يا رب. امين يا رب. بعد اذن حضرتك، هو في سؤال عايز اساله. اتفضلي. مش هينفع اساله على الهواء، بعد اذنك سيبي تليفون حضرتك، رقم تليفوني. اتفضلي. اكون شاكره فضلك قوي. اتفضلي سيبي في الف شكر يا دكتور. الف شكر. كنترول. شكرا لله. بنشكرك استاذه شفا، شكرا جزيلا. يعني مولانا وقت الحلقه قرب على الانتهاء، فنجاوب نحاول نجاوب سريعا على تساؤلات المشاهدين عشان ما يكونش في اسئله لحلقات مقبله. استاذ محمد من هنا كان بيقول ان هو ضحك وهو بيقرا القران، حضرتك تقول له ايه هنا؟ هو القران يعني القران ينبغي عنده الخشوع، لكن لا أدري يعني ما وجه الضحك، ما هو ما قالش إيه وجه ضحك يعني لسبب خارجي مثلا يبقى هو كده فقد الخشوع. لا، المفروض القرآن يستحضر الإنسان في قراءته أنه كلام الله، وأن فضل هذا الكلام على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. أدي مسألة إيه الضحك في القراءة، لكن لعله ضحك لسبب آخر، فيعني هذه مسألة عامة. قضية برضو الأخت فاطمة من الغربية، وبرضو شبيهم بحالتها الأخ خالد من القاهرة. نعم. يعني الأخت فاطمة بتشتكي أن زوجها تزوج عليها ولم تدري إلا الآن، وكان هذا منذ 3 سنين. وبعدين سألناها هل قصر في حقك ولم أو قصر حق قالت أولادك؟ بتقول لا خالص، يعني ما لا أرى داعيا يعني أن أنت تخربي بيتك وتشردي أولادك وهذه الأسرة الجميلة التي ينعم فيها الطفل والطفلة بالأب والأم، فينشأ مكتمل الشخصية والنفسية، أما أنت تجني على هؤلاء الأطفال، لا حرام عليك. يعني قد يكون لك مبرر أنه مثلا لا ده سايبنا، لا ده مقصر في حقوقنا، لا ده رمي عياله، يعني قد يكون لك مبرر، لكن أنه هو يعني ما زال ينفق عليكم ويعني يعرف حقوقكم ولم يقصر فيها بشهادتك أنت، يبقى لا عذر لك في طلب الطلاق. فاتق الله ولا تفسدي أسرتك. أنت دلوقتي زعلانة ومتضايقة، تحملي فلك الثواب العظيم، حتى إن العلماء ذكروا أن المرأة الغيرة التي تغار من وجود ضرة لها أجر شهيد لشدة ما تجد في نفسها. فأنت عندك ثواب كبير أوي من ربنا سبحانه وتعالى. خلي بالك لو استرسلتي خلف حبك للانتقام ولتخريب الأسرة، بعد كده الأولاد لن يتذكروا كل هذا، وسيتذكرون أنك التي فرقت بينهم وبين أبيهم، أنك التي تسببت في هذه التنشئة الناقصة التي لا ينبغي أن لم يكن يعني لك أن تتسرعي في هذا. أيضا قضية الفيس، يعني ننصح المرأة بقى، هي هو بيقول إن هي سمحته أكتر من مرة، لكن يعني المرة الأخيرة كانت شوية بتقول إن هي بتطلب الطلاق. يعني وأن تعفو أقرب للتقوى، يعني كلما كان الإنسان عفوا، كلما كان سمحا، كلما سمح الله وفسح له في أموره وعفى عنه، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا أخوانا يعني هذه قاعدة في التعامل مع الناس، كما تعامل خلقه يعاملك سبحانه وتعالى. عاملوا الناس بالرحمة، عاملوا الناس بالسماح، فستجدون هذا أمامكم في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والمغفرة والسماح والرضوان، وأن يجعلنا من أهل قربه ورضوانه وعفوه وعافيته.
بارك الله فيك مولانا، يعني بنعتذر لباقي التساؤلات المشاهدين وان شاء الله نجاوبها في حلقه مقبله. ضيق وقت الحلقه ما عرفناش نجاوب على كل التساؤلات، بس ان شاء الله يعني في الحلقات القادمه انا بحتفظ بكل الاسئله وان شاء الله نجاوب عليها في حلقات المقبله. فضيله الشيخ محمد وسام امين الفتوى بدار الافتاء المصريه، شكرا جزيلا على هذه. شكرا لكم، حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم. الشكر ايضا للاستاذ تامر سيد مترجم الاشاره خلال هذه الحلقه، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعه. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى الملتقى.